طبعا احنا هنكمل مع بعض في لعبة سمر تايم ساجا طريق ديبي. ديبي اللي هي ديت اللي هي ديت اللي هي امه ام بيست ماكس. عايزين نخلص المهمات اللي هي مطلوبة منه بتاعتها. هننزل كده تحت. طبعا هناخد المفتاح ده، نخش هنا المطبخ، هنمشي نكلم ديبي. طبعا احنا متكلمين على ابويا، تبدأ تكلمها في شوية حاجات كده زي ما انت شايف الكلام بيخلص. تمام، ازاي اساعدك؟ هم راجعين، خش هنا وبعد كده هنا ونجيب ده نشتري. هم راجعين كده، خش هنا، خش دي عشان تظبط الزرع اللي في الجنينة زي ما انت شايف كده. طبعا بتبهدل الهدوم وهي بتكون مبسوطة منه، تقول له بقى ايه، روح حط هدومك في الغسالة عشان تغسلها. طبعا تقول له ايه اللي انت عامله في نفسك ده، شايب عليك السن ده يحصل منك كل ده. ننزل كده، طبعا بيحط هدومه في الغسالة وبيمشي. انا عندي 4 ايام كده، سكيب 4 دايز، ده الرابع. بعد كده ننزل كده، نخرج هنا جاي دول، طبعا بيتكلموا. تبدأ تخش تاني، اعمل كده، تطلب هنا منك اللي انت تصلح الحنفية بتاعت الحمام. الحنفية بتكون مضرة الدنيا. تنزل تحت هنا جنب الغسالة هنا وتاخد الحنفية دي، وبعد كده تطلع تاني، خش هنا طبعا نروح للمتجر ديمتري طبعا اللي احنا اتعرفنا عليه في الجزء الاول في الفيديو اللي فات. عايزين فلوس، طلع اللي معاك يا واوي. طبعا بيجي معلم توني بيلحقنا من ايديهم. لا ده انا كنت في عصابة جامدة جدا، عصابة اللهو الخفي. طبعا كل طريقة وكل مسار بيحولنا للمسار اللي بعده، كلهم مربوطين ببعض. يعني عشان تعمل مسار في عم ديان لازم تكون بتخلص مسار الام ديبي، بتخش في مسار توني ومراته ماريا.
طبعا يا بيقول له ايه اللي حصل يا راوي؟ كويس اللي انت كويس، حلو كويس اللي انت كويس. شلع دوينك ويطلع ننام، منصلحش النهاردة الحنفية، نصلحها بكرة. في كلام تحت لازم نشكر طبعا توني، ودي ماريا مراته، عندك حاجة تشتغل بيها؟ قال له لا ما عنديش. قال له طب خد فلوس وروح اشتري. طبعا المفروض ان احنا نروح هنا نشتري عجلة، وبالمرة نشتري مفتاح الايه، مفتاح ده اللي احنا نصلح بيه الحنفية، ونشتري العجلة دي عشان ايه، نشتغل بيها دليفري عند توني بتاع البيتزا. ماشي، نروح الاول بس نصلح الحنفية. شاطر شاطر، بعد كده نخش ننام. نيجي هنا بعد 4 أيام، نروح للمعلم توني. ايه يا معلم؟ معلم يا معلم، البيت اللي بيجي عليه العلامة ديت، واحد يجي واحدة من دول بتدوس عليه توصيل المنازل دليفري زي كده، تيجي عند الباب ودايس كده زي ما تشاف علامة الصح. لو غلط يبقى انت ايه عملت ايه، بعيد عن البيت زي ما حضرتك شايف كده. يا بيه يا ليل يا باشا يا ليل، نروي العطاشة يا ليل، دبلة وغويشة يا ليل، طرحة وبيشة يا ليل. شكرا يا عم، دي عمولتك. بناخد بعضنا بقى ونرجع عشان نشوف ايه الخاص اليوم ده. زي ما انت شايف يحكوا في المحكي، والبت جيني دي اصلا رخمة، عايزة تشتغل وماما مش عايزة. حد يقول لي اعمل ايه؟ هم داخلين هنا كده نايمين زي البيبي. نروح لتوني. ماريا ماريا خدتني يا متخلف، في يا سنتي مالك وماله؟ تشن 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 تشن. طلعت بره دوب، لازم تدوب. بص الفار، طب انا ماشي انا يا غالي، ايه التاتو اللي على صدرك ده؟ طبعا بيتكلموا على عكس حياته القديمة، يقول انا كنت جامد اوي جدا جدا جدا، وكنت ايه بقطع السمكة وديلها. ومين عصابة روسيا؟ طبعا بيتكلموا على عصابة روسيا، لأن توني هو اللي هيساعده في يعني في الحياة، هو اللي هيساعده في القصة بتاعت مين اللي قتل أبوه
ومين العصابة ديت، وهو اللي ايه اللي هيساعده في كل حاجة. طبعا انا قلتلكوا اللعبة ديت جمالها اللي هي واقعية، واقعية لدرجة كبيرة يعني، حتى ما هو أخته هيتخطفوا وهو يروح ينقذهم. شغل عالي عالي ايه عالي برتغالي. يلا تعالى نروح نشوف هنا. داخلين هنا طبعا العدو ايه بتروق، يقول لها خليك انتي وانا هساعدك. بعدها بيخلص اليوم التالي. طبعا نعد يومين ننزل تاني كده. عشان ايه؟ ياكلوا مع بعض كده كاخوات وحبايب وقرايب. ننزل بقى تحت، خش هنا هنلاقيها بتغسل الأطباق كده، ندوس عليها. ندور لها هرب. استنونا في الجزء اللي بعده كده، هنكون خلصنا الجزء دوت. استنونا في الجزء اللي بعده. زي ما انتم شايفين لعبة جميلة ومشوقة ورهيبة يعني بصراحة. وقولولنا الشخصيات اللي انتم عايزينها، ايه رأيكم؟ ودي شخصيات اللعبة كلها زي ما انت شايف. دول اللي هو بيست، وده ابوه فرانك، دي امه، دي اخته، دي عمته. طبعا احنا هنعمل امه واخته وعمته الاول، وبعد كده هنشوف ايه بقية الشخصيات. زي ما انت شايف في شخصيات كتير، كملوا معانا وهتعجبكم اللعبة. زي ما انت شايفين بدأنا ننزل دوت. استنونا في الفيديوهات اللي جاية. معاكم My friend Max in Best Max channel. Thank you.